مشاهدينا، طبعا افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته هذه لسنة 2020 طبعا، وشفنا هذا الافتتاح الجميل لبعض وجود كثير من النجمات، ونجحت بعض النجمات في هذا المهرجان في اختيار الفستان المناسب على السجادة الحمراء، إلى أن البعض من الفنانات والمشاهير للأسف أصابونا بنوع من خيبة الأمل بعد ظهور إطلالات جريئة أو غير مناسبة بشكل لافت، مما أظهر للأسف عيوب الجسم أكثر. اليوم حابين نعرف أهم الانتقادات اللي كانت واضحة للجمهور، وأكيد نبغى نتكلم عن أجمل الإطلالات مع خبيرة المظهر وضيفتنا اليوم ليما جودات. أهلا وسهلا بك ليما. أهلا ليما، نورتينا. ليما، إحنا شفنا المهرجان، أنا من الناس اللي انبهروا، أنا مبهورة بهذا المهرجان على كل المعايير، كافتتاح بالضبط، يعني كطريقة ترتيب والتنظيم فخم عالمي على جميع المقاييس، لكن نبغى نتكلم على ظهور النجمات بالفساتين على السجادة الحمراء، إيش انطباعك بصفة عامة؟ بصفة عامة السنة هذه طبعا أكيد كان في طلات كثيرة متميزة أكثر من السنة اللي فاتت، كانوا مستعدين أكثر للظهور أكثر من السنة اللي في فاتت، كورونا هي سووا فصل كل فكانوا شيء. جاهزين فعليا، يعني أغلبية كانوا جاهزين للمرة هذه أكثر من المرة اللي فاتت. نعم صحيح. هذا بالنسبة وكمان مستعدين بالكمامات، جايين فصلين كمامة على الفستان، وهذا كان يعني لفتة كانت حلوة يعني صراحة. أيوه جدا، فيها يعني لفتة توعوية، يعني انه حتى لو رحنا مهرجان انه احنا حنكون ملتزمين بالاجراءات الوقائية. صحيح. وهذه كانت يعني لفتة حلوة. نعم. هذا بشكل عام يعني. جميل. طبعا ايوه بصراحة كلنا انبهرنا بصراحة بالكمامات طب سواء بكمامة او بدون كمامة، مين من وجهة نظرك ليما كخبيرة مظهر كانت اطلالته جميلة يعني؟ كثير ناس كان في إطلالتهم جميلة، يعني نقدر نعدد كمية كبيرة أكثر من السنة اللي فاتت. عندك يسرى كانت إطلالتها مرة حلوة، عرفت تختار، هي تحب الأحمر أي، والأحمر فعلا حلو عليها، الأحمر يحب الألوان المميزة عليها أي، فاختارت لون أحمر ستان زي ما احنا شايفين، ستان زي ما احنا شايفين. نعم. كان مؤاخذتي الوحيدة بس كانت على البدي اللي جوا، اي كان شوي شكله يعني مخرب شوي شكل الفستان من هنا، عدا ذلك كله كان بيرفكت، وبس الحلق مو مناسب مع الاكسسوار اللي مع هنا بس عدا ذلك كان بيرفكت. الحلق المفروض يكون اصغر او شيء زي كذا، كان المفروض يكون ماتشنج شويه مع القطعه اللي هنا. صحيح صح. طب خلينا نشوف صور كمان اللي ابرز الفنانات اللي كانوا حاضرين. روجينا كمان كانت مره شطوره، هذه اسيل عمران، اسيل عمران طبعا كانت لذيذه، اسيل موجوده، فايش رايك في طلتها؟ كيوت، سندريلا حلو، لايق لها وناعم وبسيط، والكيب دائما يدي فخامه، انا احس الكيب كذا على اي احد بيدي فخامه، واطلاله صراحه متميزه. نشوف الصور اللي بعدها. هذه مين؟ روجينا؟ لا هذه مو روجينا، الا روجينا، لا روجينا هذا اليوم الثالث شكله، لا هذه روجينا، هذه كمان روجينا طلعتها مره كانت حلوه في اليومين، كانت مره طلعتها حلوه كيوت، عرفت تختار اللون والموديل، وعرفت تبرز يعني جمالها. هذا احلى ولا الاول احلى؟ اي انا بالنسبه لي الثاني احلى، الابيض، لا مش الابيض، في واحد ثاني كان قصير وملون مع اسود، كان مديها طله كذا، معطيها طله حتى مخليها مره باين عليها الثقه في النفس، ومعطيها راحه، مخليها مرتاحه. صحيح صحيح، لانها دارت قدام الكاميرا. صح. كان في كاريزما، وكان في وجسمها يسمح انها تلبس يعني اللي تبغاه، لانها بتيت صغيره كذا وكيوت ونحيفه، بس مكياجها ايش رايك فيه؟ حلو، لا حلو حلو مكياج، حلو روجينا يا عمري. بس شوفي انا عجبني اكثر شيء انه مع يعني فخامتك وغمق المكياج والدرس فخم، خلت شعرها مره سمبل. اي صحيح، وهذا الشيء لان الفستان يعني يعتبر كبير على فكره، يعني مع الاشياء اللي فيه كذا، ف تو ماتش اذا حطت مكياج اكثر من كذا كمان، او حتى سوت تسريحها ورفعت شعرها. اي اختارت بيرفكت فعليا، اختارت كمان كانت السيف سايد، السيف سايد فعليا. حلو حلو. طبعا سلمى ابو ضيف يعني جابتها بالاخر، هي دائما الفستان مع تسريحه الشعر، طبعا مصمم الفستان ديزاينر هندي رائع، تصاميمه مو عاديه، وهي اصلا شاطره فعليا، تسريحه الشعر
يعني بيرفكت، عرفت كيف تلبس تلبس جسمها تسوي التسريحة على تايب الفستان. صح، روعة صراحة في كل الإطلالتين، عندها إطلالتين مرة حلوين الفعل، الجسم يساعد. كمان في هيلدا خليفة كمان كان رائع إطلالتها، كمان اللون عرفت تختار اللون الاكسسوارز، برزت جسمها بشكل يعني بيرفكت فعليا، كانت ملفتة بشكل حلو. هيلدا خليفة كانت طبعا مقدمة الإعلامية الكبيرة، مقدمة الحفل، شفت الفستان عجبني، ولكن اللي الانتقاد البسيط اللي عندي كان انه طب ايش معنى في هيلدا خليفة تلبس كده، ولما رانيا يوسف لبست كده انتقدوها وما انتقدوا هيلدا على الفستان الأسود مو الفستان الأخضر. شوفي طبيعي الفستان الأخضر شكل الجسم يختلف، لو واحدة نحيفة حتكلم بصراحة شوي، لو واحدة نحيفة لبست لبس مفتوح غير لما واحدة مليانة أو فيها أجزاء من جسمها بارزة لبست بتكون ملفتة أكثر، حتكون ملفتة أكثر. صح كلامك صح، بس طلتها جدا جميلة هيلدا خليفة ما شاء الله عليها. طبعا متى نبدأ نحوش؟ يلا إحنا هنا الآن بنتكلم عن الحلوين، نتكلم عن أشياء حلوة أبغى أحوش. طيب ما طب هيلدا في الفستان الثاني إذا عندنا صورته يعني أنا أكون ممتنة. في السنة الثانية برضو كان رائع، كان أسود أسود بس تشبه حنين. هدى المفتي رائعة طبعا كانت. طب والطلة روعة، بيرفكت بيرفكت، مواكبة أيوة، معاصرة جايبة من الآخر، جرأة تكسيدو جرأة وثقة، اتيتيود على الكاميرا مو طبيعي. أنا شفت أكثر واحدة كانت بارزة قدام الكاميرا، هي جاية فعليا مهرجان تتصور فيه تستعرض بالدرس حقها وباللوك حقها، هذا هو الاتيتيود. حلو. طيب هيلدا كان في لها اطلالتين، هذه الاطلاله شويه جتها فيها انتقادات، كانت هذه مو هيلدا، هذه هدى المفتي عفوا هدى كانت بالنسبه لهذه الاطلاله شويه انتقادات على موضوع انه لوك لايك بيجامه شويه الطقم ده، بس وبصراحه كثير ناس اصلا يعني هذه الموضه ما حبوها، لكن هي بتلبق على اشخاص وبتلبق وما بتلبق على ناس، هي عارفه ايش لايق عليها، كان هي عارفه ايش تلبس، جسمها وقفتها شعرها طولها الميك اب طولها كل شيء بيرفكت. الميك اب حلو كان؟ اي حلو الميك اب، حلو ميك ابها، لايك تكسيدو لابسه تكسيدو فطبيعي حتسوي ميك اب شوي بارز. حلو حلو، يلا نبدا نحش. مهم عندك فقرة الحشة. طيب أيوة، أبغى مين الأشخاص اللي ما عجبتك إطلالتهم، أو خلينا نقول إنه يعني جت عندك أيوة في تعليقات معينة بالنسبة تعليقات لك. يعني خلينا نقول تعليقات معينة زي ما قلتي ياسمين صبري طبعا جميلة الجميلات، ما حد يقدر يقول شيء عليها وكذا، طلتها حلوة وكل شيء، ولكن كنت متأملة هذه السنة أشوفها بطلة مختلفة عن السنة اللي فاتت، لأنه هو فعليا نفس طلة السنة اللي فاتت ما عدا الشعر يمكن. يمكن أكثر انتقاد جاها إنه يعني عشان كتفها عريضة، هي سباحة طبعا بالضبط، فالسباحين معروفين. طب إيه بس ما تنصح تلبس كده صراحة؟ صحيح، بس يعني بشكل عام هو حلو ترى، مو هو سيء بالعكس، ترى الأكتاف يعني شيء حلو في الجسم تبرزيه. لا بس انا اقصد اختيارك للفستان بالقصه هذه من فوق عرضتها زياده العريضه، فتعطي عرض زياده خاصه في الصوره هذه اللي احنا شايفينها سوا، يعني تحسي انه في يعني ضخامه شويه في الكتف، ضخامه شويه عشان جاي من هنا من زاويه من اعرض مكان، لانه لونه يجنن، لونه يجنن الفستان حلو ترى مره، بس هي ما فرقت شيء عن السنه اللي فاتت فعليا، هو نفسه السنه اللي فاتت كان فستان برضه استوري وكان منجسميك واتوقع نفس الشيء. طيب عدد بس عجبتك انت بتقول انت حلوه، بس يعني ما فرق شيء بالنسبه، ما حسيتي انه فرق شيء يعني، كنت متامله اني اشوفها بطله جديده مختلفه. اي بطله مختلفه. طيب نشوف احد ثاني، نبغى نحش في حد ثاني. ريا كمان كان ريا كيوت مره، شوفي انا ما عجبني فستانها هذا الاول، مو مره عجبني يعني، بس انه مو هو سيء حلو، بس اختيارها الثاني كان احلى بكثير. هي كمان وزنها نازل كمان، ف بالعكس انا شفت وزنها طالع. لا هي نحفت فتره شيخه، هي شيز يويو يعني صراحه ان هير بادي، هذه الطله حلوه لها مره، هذه الطله يمكن كمان شعرها شوي اعطاها ما اعرف كيف يعني خلاها شوي اعطاها عمر شوي اكبر. طيب مين كمان من الشخصيات او خلينا نقول الاطلالات اللي انتقدتيها نوعا ما؟ رانيا يوسف طبعا. لا انا عجبني فستان رانيا. لا وروني يعني شفتي هذا البوينت اللي نتكلم عنه. ايوه
انه لو كان فستان على جسم مختلف صحيح مو قصدي شيء يعني مو قصدي الاساءه او كذا بالعكس بس هي تقدر عندها خيارات كثيره ترى هي مو محدوده الخيارات بس هي تحد نفسها في هذيك الخيارات هذه يمكن مشكلتها انه هي تبغى تبرز بشكل معين فتحد نفسها في خيارات معينه صح. ولا هي ترى عندها خيارات يعني راني يوسف حلوه وفيها طول وطلتها جميله وكل شيء عندها حضور بس عيبها دائما تختار الاشياء اللي توديها هذاك المكان بالضبط. اللي ما يناسبها طب خلينا نتكلم عن الطلالات اللي ظهروا مع بعض ليلى علوي وهالة صدقي وكمان كانت معاهم إلهام شاهي إطلالة ليلى علوي يمكن جاء بعض الانتقادات إنه مو لسنة هذول الثلاثة مو لسنهم إيش رأيك؟ طبعا هم فنانات رائعات عريقات طبعا زمان هذول كانوا طبعًا. أيقونات الجمال والموضة وكل وإلى الآن يليمة صراحة صح ما أقدر أنتقدهم لأنهم ما هم الناس اللي لهم في الفاشن تمام. عدا ذلك they are trying يعني بيحاولوا إن هم بيكونوا بس يقدرون ترى يكونون يجتهدوا أكثر ويوصلوا للتارجت حقهم بس ما هي اهتماماتهم يمكن نعم اجتهادات شخصية يديهم العافية يعني وجودهم صحيح. كان حلو وجودهم هو اللي فعليا حلو إضافة. وجودهم إضافة. كفاية صحيح. صراحة طب سؤالي الأخير لكريمة مين أسوأ إطلالة وأفضل إطلالة من وجهة نظرك خبرة نظر واحد اختاري واحد طيب حنقول الأفضل ولا أسوأ أول اختاري الأفضل عشان نحش آخر شيء طيب الأفضل بالنسبة لي طبعا عندي اثنين خليهم اثنين طيب مين سلمى أبو ضيف تمام وهدى المفتي أوكي. بالنسبة لي هذول جابوا من الآخر يعني حلو أوكي. طيب مو ما حقول أسوأ إطلالة حقول إطلالة غير موفقة ثلاثة دول الهام شاهين قلت لك ما اقدر اقول طب خلينا في الصغر غير موفقه فعلا طيب صدق هي غير موفقه صحيح حقيقي غير موفقه هي غير موفقه انا ممكن يجتهدوا اكثر يعني حتى انا ما احبهم بس اطلاله غير موفقه ما هم موجهين لهذاك المكان ما هو يعني مثلا يعني. ليلى علوي في حفله عمرو دياب كانت يعني اوكي في الحفله ومبسوطه وكل شيء لبسها كانت بيرفكت ترى انا حلو انه الشخص يلبس ترى بالمناسبه يعني هو فستانها هو ترى هذا تايبها دائما ايوه انا عجبني انها ارمنيه يمكن تحط تلبس الستايل هذا الستايل اليوناني او شيء زي كذا صحيح رائع طيب ليما شكرا لتواجدك معنا وشكرا على كل هذه التعليقات احنا ما نقول حشي يعني احنا ما حشينا شكرا لك يعطيك الف عافيه شكرا لك انت يعطيكم العافيه وانا مره فخوره و انبسط لما اجي عندكم اكيد منورينا دائما وابدا مشاهدينا نطلع فاصل اكيد مكملين من بعده كل فقرات سيدتي المتبقيه لا تنسوا انكم تتشاركوا معنا كل ارائكم واقتراحاتكم عبر هاشتاج البرنامج